خليني نتابع انا وياك هذا الفيديو وراح يكون في عنا تعقيب عليه. جاهز؟ جاهز. اتفضل. اللي عنده حد في البيت مش عايز يقتنع ان في حاجه اسمها كورونا يكرشه من البيت. يكرشه ده غبي. ده بني ادم غبي. كل واحد يتهد في بيته، كل واحد يقعد في بيته، اللي عنده دم يقعد في بيته. مش عايزينكم تعملوا كحول، مش عايزين كلور، مش عايزين اي وسائل مكافحه عدوى، مش عايزين ماسك، مش عايزين جوانتي، اقعدوا في بيوتكم بس، مش عايزين اي حاجه تانية، اقعدوا في بيوتكم. كل حته بقى فيها كورونا، اتعاملوا مع كل الناس ان فيها كورونا. هنرجع نقول الكلمه اللي قالها الرئيس الصيني، تعامل مع كل من حولك انهم مصابين وانك مصاب. خاف عليهم منك وخاف على نفسك منهم. دكتور محمد المنصوري مساء الخير. مساء النور. دكتور محمد المنصوري مساء الخير. مساء النور استاذ رغدة، اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك استشاري الأوعية الدموية وطبيب عزل كمان بين مزدوجين، شفنا الفيديو، احنا قاعدين في الاستوديو، ينفع ولا لازم نروح نقعد في البيت؟ والله لو واخده الاحتياطات خليكم في الاستوديو، مفيش مشكله. احنا اخدين الاحتياطات اللازمه. دكتور احنا شفنا الفيديو وانا شخصيا كمان متابعاك من خلال السوشيال ميديا. سؤال، هل الطريقه اللي عم بتخاطب فيها الناس من خلال السوشيال ميديا تنفع على السوشيال ميديا وتنفع للبيئه وللناس تتكلم معهم بالطريقه دي لو سمحت؟ استاذه راغدة مساء الخير لحضرتك وجميع المشاهدين. موضوع الفيديو، فهو في اكثر من فيديو توعوي طبعا كنا عملناهم. الفيديو اللي اخذ اكثر انتشارا كان هو الاكثر حده في لغه الحوار شويه، وده ما كانش بسبب ان انا شايف ان دي طريقه مناسبه، ولكنه انفعال علشان الوضع اللي كان في الوقت دوت كان صعب جدا. الواحد بيقابل استهتار الناس وفي نفس الوقت بيقابل الارقام اللي بنشوفها، فكان الموضوع ده رد فعل للتصرفات اللي حاصله. يمكن اللغه كانت حاده شويه، ولكن مش مقصود بيها اي تجاوز لاي حد، ولكنه خوف على الناس، والحمد لله ان ناس كتير كانت فاهمه ده كويس وادى صدى. يعني هو ده يمكن اللي خلاه انتشر شويه. في اكتر من 20 فيديو تانيين ما خدوش هذا الصدى، فيمكن يعني عسى ان تقرأ شيئا وخير لكم. كان حاد شويه، ولكن الحمد لله جاب نتيجه شويه. يعني كنوع من التوعيه، تعتقد انه ممكن هذه الطريقه تاتي بنتائج لتوعيه الناس في حال كانت في غيبوبه عما يحصل؟ بالظبط هي كانت الفكره كده، لازم صدمه للناس كلها عشان تفهم ان الموضوع مش هزار، والموضوع الوضع كان جد خطر وما ينفعش فيه اي تهاون. دكتور محمد، انا بعرف هذا الامر الذي قلته هو الفيديوهات اللي طلعت فيه نابعه من مشاهدات خاصه من قبل حضرتك. حطنا بالصوره بالزبط. اللي شفته بالاونه الاخيره اللي مر عليك، بعرف مر على اطباء كتار عانوا من مشاهدات يمكن لغايه اليوم مش قادرين يشيلوها من مخيلتهم، اللي شفته واللي اثر فيك بالشكل ده؟ بص يا فندم، هو الفكره كلها ان احنا كل مستشفياتنا تقريبا اتحولت لمستشفيات حجر، والمستشفى اللي انا فيها تحديدا اتحولت لمستشفى حجر صحي، بمعنى ان احنا بكل تخصصاتنا دي، انا كجراحه اوعيه، دكاتره الناس، دكاتره العظام، اصبحنا مكلفين بالعمل بالحجر الصحي والتعامل مع حالات كورونا. فده خلانا جوه الوضع، جوه الصوره، جوه بتشوف الحالات وهي بتوصل للمستشفى، بتشوف الحالات اللي بتوصل تعبانه، بنشوف معدل الوفيات، الارقام اللي بتخض الناس دي احنا بنشوفها على ارض الواقع. فالموضوع جوه مرعب، الموضوع من جوه الصوره نفسها مرعب. الناس بره ربنا مكتبها على حد، ولكن عايزين نقول لهم هذه الصوره، عايزين الموضوع يقل من ناحيه خوف على الناس، ومن ناحيه يخفوا الحمل على المستشفيات شويه. طب دكتور، ايه المشاهد اللي شفتها اللي بالفعل اثرت فيك لغايه دلوقتي مش قادر تنساها؟ عشان الناس يمكن من خلال اللي هتقوله الناس تعرف انه الموضوع مش هزار، في جديه بالتعامل. والله يا فندم في مواقف كتيره، احدهم على سبيل المثال للحصر، ان احنا جوه المستشفى في وقت الحجر وبنتبلغ ان في اتوبيس كامل جاي بمرضى، مش عربيه اسعاف جايب مريض او اتنين، في اتوبيس كامل جايب مرضى من احد المحافظات للمستشفى. فكره ان احنا واقفين وشايفين قدامنا اطفال 5 و6 سنين وناس شباب وناس كبار في السن داخلين كلهم، الرعب لوحده بتاع المرض كان مأثر عليهم اكتر من المرض نفسه. فكره ان انا ابقى واقف وعارف ان في اسعاف بره 4 عربيات مثلا، وانا اخد حاله وما الحقش اخد الثانيه عشان توافق في عربيه الاسعاف. كميه الوفيات اللي شفناها والحالات اللي بتيجي وحشه، والدكاتره وهي بتحارب عشان تلحق العيان وما تقدرش تلحقه، الموضوع ده كان بيكسر فينا. كان الموضوع احنا بنبص على ده وبنبص في ناس وقت على الناس اللي بتستهتر بره، اللي هو انتوا ازاي بتعملوا ده؟ الصوره عندنا كانت مختلفه تماما. انا شايف عيان بيموت وواحد بره واقف بيرقص في الشارع مش مصدق انه ممكن يموت، طب انا اثبت لك ازاي؟ فبنحاول بقدر الامكان ننقل الصوره، مش قادرين مهما نوصف الوضع جوه مستشفيات الحجر.
كان في وقت من الاوقات ايام الذروه تحديدا كان صعب جدا ان يتوصل. عشان اللي يجي لنا بيخش في حاجه اسمها بانيك اتاك او حاله الصدمه ان هو مصاب بالكورونا، حتى لو عرضه خفيف على فكره، نفسيا كلمه انه مصاب بالكورونا واللفظ المجتمعي اللي بيبعده عن الناس كلها والخوف اللي كان بيتعامل بيه من اللي حواليه صح، كان بيخلي العيان يخش في حاله هستيريه. يعني غير الوضع الجسدي، الوضع النفسي اللي هو اصعب بالزبط بكثير من الوضع الجسدي، كيفيه تعامله مع المرض صح اللي بيساعد حتى بيلفظ مجتمعيا، بيلفظ من المجتمع كله، كل اهله. احنا في حالات بتيجي تخرج بنلاقي الاهل يقول لها طب خليه عندكم شويه، طب انا هطلعه واديه فين عشان انا واولادي وانا ومراتي وانا وانا. طب يا جماعه ما هو ماشي، ما احنا عشان كده احنا خايفين عليكم. يعني ده اللي يخرج، ده اللي يخرج يا دكتور، بس في حالات للاسف يعني ما خرجتش، وده اللي انتم شفتوه. احكي لي وقت معين كانت الوفيات كتيره فعلا. دلوقتي فينا نقول اخف الوتيره صارت اخف كتير. كتير يا فندم. انا شخصيا على تجربتي الشخصيه مع الحجر بحكم ان انا دخلته اكتر من مره، اشغال المستشفى اللي هو كميه الحالات اللي داخل المستشفى في الوقت الحالي، انا لسه خارج الاسبوع اللي فات من مستشفى الحجر بعد الشغل بتاعي، حوالي 20 ل 30% من الموجات الاولانيه. يعني كنا في الاول بنسلم المستشفى 200 حاله، انا المره دي مسلم حوالي 50 ل 60 حاله اجمالي المستشفى بالكامل. النتائج احسن شويه. الحالات مشكلتنا الوحيده فيها ان هي بتجيلنا متاخره، ان العيان بيخاف يشك انه كورونا، فبيفضل يتعامل مع الخبرات الاهليه اللي بره بدون اللجوء لطبيب، فلما بيعرف انه كورونا بيكون للاسف وصل في مرحله متاخره، وصل بمرحله متقدمه صح.